ضمن المشاريع النوعية لجامعة الشارقة، يعد المختبر المشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي القائم على العلوم الطبية الحيوية من المشاريع المهمة في تعزيز مفهوم البحث العلمي والتطبيقي، ويأتي بالتعاون مع جامعة سكولتك في روسيا. تحقيق طفرة نوعية في مجال الطب وتطوير الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتطبيقات الطبية الحيوية يأتي ضمن استراتيجية جامعة الشارقة التي تعمل بها، ونراها تتمثل هنا في كليات الطب والعلوم الصحية عبر تدشين المختبر المشترك لأبحاث الذكاء الاصطناعي القائم على العلوم الطبية الحيوية الذي يأتي بالتعاون مع جامعة سكولتك في روسيا. نحن في هذا المعهد مهتمين جدا في موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير أبحاثنا وإيجاد فهم أعمق للأمراض ومحاولة تطوير علاجات وحلول باستخدام الذكاء الاصطناعي لمنفعة طبعا مرضانا ومجتمعنا. المختبر يضم أحدث الأجهزة المتطورة التي تركز على المشاريع الرائدة في مجالات متنوعة من الطب النفسي والأمراض العصبية والأورام والاضطرابات الأيضية، والعمل على بحوث علمية لإنتاج قواعد البيانات وأنظمة الدعم الطبي وأدوات الخبراء وبرامج الذكاء الاصطناعي، وكلها أدوات تسهم في إجراء المزيد من الأبحاث المهمة. قدرنا نوصل على مجموعة من الجينات اللي نقدر نشخص بها مرض الكآبة، وطبعا الكآبة هو مرض يعني منتشر بمعظم الدول. نستهدف الجينات اللي مسبب الأمراض، ومنها المطرق بس نعرف شو هي الجينات اللي سببت الأمراض هذه، نحاول نوصل للأدوية اللي ممكن تساعدنا في علاجها بطريقة أفضل. طبعا نحن نستخدم أشياء كثيرة، منها أجهزة ومعدات جديدة، ونحاول نستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي علشان نوصل لعلاجات أسهل للمرضى وتكون متوفرة بطريقة أفضل للمجتمع. نحن راح نستلم عينات من المستشفيات للبروستات، راح ناخذ منها عينات على سلايدات، هالعينات راح نحلل الجينات اللي موجودة في كل مرحلة من مراحل السرطان، سرطان البروستات، باستخدام أجهزة الميكروسكوب، ومن ثم هالجينات راح نحللها بأجهزة أكثر تطوراً وباستخدام الذكاء الاصطناعي اللي ممكن إنه يساعدنا إن إحنا نسوي تشخيص للمرض بصورة أدق وبأسرع. افتتاح هذا المختبر الذي يأتي بالتعاون مع جامعة سكولتك الروسية يعد تحولاً في مجال الطب، إذ يعمل على إجراء بحوث مشتركة تهدف إلى تطوير مجالات تشخيص الأمراض المعقدة وتقديم استراتيجيات العلاج وتحويل بعض الأبحاث العلمية إلى منتجات تجارية لمواجهة التحديات الطبية المعقدة وتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في الدولة وروسيا. يأتي هذا المختبر البحثي في إطار جهود جامعة الشارقة المستمرة بتحقيق التميز في البحث العلمي والابتكار على المستوى العالمي. لأخبار الدار، مجد سويدي من جامعة الشارقة.